يذهب بالمدقية إلى مرقم إلى السيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي بقيادة شعفور. وفي شوط الابكار المحليات الأصايل حفل مع الاحتفال الجميل في هذا الختام في المرموم، وكاس الاحتفال مع حفله إلى الدوحة مع السندباد القطري السيد صالح بن حمد بن قمر المري بقيادة المضمر حمد بن سالم بن يهويل المري. وها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للثنايا البكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. وجائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. أتابع الآن مقدمة هذا الشوط بشاير للسيد سعود بن عبد الله النعيمي، تبشر بالخير من أول الانطلاقة. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني فرح للسيد ناصر بن حمود العفاري. وفي المركز الثالث هملولة للسيد سيف بن سالم بن سيل الخصواني المنصوري. المركز الرابع فهد للسيد صالح بن طاسة العامري. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس عزايم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس العنود للسيد حمد بالعصري بالحب العامري. وفي المركز السابع اشوف واخذ اللي في المركز السابع ارى الصمود للسيد جار الله بن يهويل المري. وفي المركز الثامن ارى اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات التسلل على المركز الثامن من قبل بنت الحنيش للسيد سعيد بن غلام البلوشي. وفي المركز التاسع الحذره ولا بشاير في المركز التاسع للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز العاشر شعله للسيد يمعه بن عبيد بدبيله الفلاسي. وهذا اول نداء للمراكز العشر الاوائل. ونرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر قناه دبي ريسنج الناقل الحصري لهذا السباق. نرجع الى بشاير وهي في مقدمه هذا الشوط منذ البدايه وحتى هذه اللحظات، وهي تطمح بفوز هذا الشوط وناموسي هذا الشوط. وها هي بشاير تشاهدونها على شاشه التلفزيون للسيد سعود بن عبد الله النعيمي. يا سلام، وهي آخر رقم مسجل في كشف هذا الشوط. يا سلام، وهي الآن أول من يقود هذه المجموعة وأول من يقود هذا الشوط بالتسجيل في آخره، لكن في البداية وفي الانطلاق هي في بداية هذا الشوط. ومثل ما قال الشاعر: بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. يا سلام يا بشاير، شغلتي فكرنا وظننا وتعليقنا معاك وانت في مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن عبد الله النعيمي. ننتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. هملولة في المركز الثاني للسيد سالم بن سيب بن سيل الخصواني المنصوري. وفي المركز الثالث في المركز الثالث للسيد صالح بن طاسه العامري. وفي المركز الرابع العنود للسيد حمد بالعصري بالحب العامري. وهذا الاسم يعني شيء لمالك العنود حمد بالعصري بالحب العامري. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس فرح في المركز الخامس للسيد ناصر بن حمود العفاري. هي الان في المركز الخامس. وفي المركز السادس هنا بشاير للسيد محمد بن زايد المنصوري. وفي المركز السادس بنت الحنيش في المركز السادس من الجانب الثاني تتسلل الى المركز السادس في هذه اللحظات للسيد سعيد بن غلام
البلوشي وفي المركز السابع. المركز السابع زايم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري وفي المركز الثامن. ناخذ اللي في المركز الثامن. اللي في المركز التاسع شعله للسيد يمعة بن عبيد بالدبيلة الفلاسي وفي المركز العاشر الصمود للسيد جار الله بن يهويل المري. هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى بشاير وهي في المركز الأول. ها هي بشاير منذ البداية وهي تطمح بفوز هذا الشوط وناموس هذا الشوط وسيارة هذا الشوط. ها هي بشاير للسيد سعود بن عبد الله النعيمي لا زالت مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة من دون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية العناية التامة لبشاير. السيد سعود بن عبد الله النعيمي يرافق بشاير في هذا الشوط وفي كل يوم. ها هي بشاير تشاهدونها على شاشة التلفزيون. ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني هملولة للسيد سيب بن سالم بن سيل الخصواني المنصوري. وفي المركز الثالث العنود. العنود في المركز الثالث السيد حمد بالعصري بالحب العامري. وفي المركز الرابع. المركز الرابع على اللي في المركز الرابع. فرح في المركز الرابع للسيد ناصر بن حمودة العفاري. وفي المركز الخامس الفهدة في المركز الخامس للسيد صالح بن طاسة العامري. وفي المركز السادس شعلة للسيد يمعة بن عبيد بدبيلة الفلاسي. وفي المركز السابع. المركز السابع بنت الحنيش للسيد سعيد بن غلام البلوشي. وفي المركز الثامن. المركز الثامن عزايم للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. وفي المركز التاسع. المركز التاسع بشاير للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز العاشر. المركز العاشر الصمود للسيد جار الله بن يهويل المري. هذه النتيجة. هذه النتيجة وهذا ثالث ندى للمراكز العشر الأوائل. 3 كيلومتر يفصل بشاير عن الفوز وعن الناموس وهي منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تبشر بالخير. تبشر جماهيرها ومالكها ومتابعينها تبشرهم بالناموس وبالسيارة حتى هذه اللحظات وهي منفردة انفراد كامل عن بقية المراكز. وها هي بشاير تشاهدونها على شاشة التلفزيون لا زالت مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن عبد الله النعيمي. يا سلام يا النعيمي. النعيمي لا زال يتنعم بمقدمة هذا الشوط مع بشاير. وها هي بشاير لا زالت تبشر بالخير. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني هملولة في المركز الثاني للسيد سيب بن سالم بن سيل خصواني المنصوري. وفي المركز الثالث الفهدة في المركز الثالث للسيد صالح بن طالب العامري. وفي المركز الرابع. المركز الرابع فرح. فرح للسيد ناصر بن حمودة العفاري. وفي المركز الخامس. المركز الخامس العنود للسيد أحمد بالعصري بالحب العامري. وفي المركز السادس. المركز السادس مشهورة للسيد محمد بن حمد بن مشيط المري وأول ندى المشهورة. المركز السابع. نشوف وناخذ اللي في المركز السابع. المركز السابع راب بشاير للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن في المركز السابع في هذه اللحظات تخطف المركز السابع مزنة للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري وأول لدى المزنة. المركز نشوف المركز الثامن. المركز الثامن ولا التاسع. المركز التاسع السايحة للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري مالك حفلة الذي حظت على كأس المحليات وذهبت بالكأس إلى
الدوحة إلى أهالي السحانية. ننتقل إلى المركز العاشر، وفي المركز العاشر في هذه اللحظات الشاهينية للسيد علي بن تريس الظاهري. وخلونا مع بشاير ومع مقدمة هذا الشوط. ها هي بشاير لا زالت تبشر بالخير ولا زالت تقود هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي ضيفة قادمة من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا المهرجان. ومثل ما قال الشاعر، نبغي نشارك العيالة وين ما في ركضة مخلة عندهم تضرب الميالة ليتير الركض والتلة. يا سلام يا بشاير، ها هي بشاير والتسليم. ننوه على الفائزين بالكاسات وبالبندقية أن بيكون التتويج من بعد هذا الشوط مباشرة، عليهم التوجه إلى المنصة الرئيسية. نرجع إلى بشاير، وبشاير لا زالت تبشر، بشاير لا زالت تبشر. دير بالك يا سعود يا من عبد الله يا النعيمي، الجماعة قادمين. أول من القادمين السيد ناصر بن حمود العفاري، لكن أرى بن مشيط أيضا. يا سلام يا سلام، وأيضا بن مشيط ومحمد بن زايد وبن زيتون وبن طاسة أيضا قادمين قدوم قوي. وبشاير أيضا هنا تغير وتنتقل إلى المركز الثاني للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الأسم اللامع في عالم هذا السباق وعالم الميادين، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. لكن بالمركز الثالث مزنة للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري، تغير وتنتقل إلى المركز الثاني. وبشايل لا زالت صامدة، بشايل لا زالت صامدة، تبى تهدي الفوز والناموس إلى أهالي دولة قطر للمرة الثانية. هناك السندباد القطري ذهب بكأس المحليات إلى أهالي قطر وإلى أهالي الشحانية وبالسيارة إلى أهالي قطر وأهل الشحانية. يا سلام يا سلام، 8 كيلومتر قامت راس وبتنهي راس. يا سلام يا سلام، وهي ترقص الرقص المعتاد من هذا الأسم ومن هذه السلالة، أظني سلالة صغانية، سلالة صغانية في روح وفي عروق وفي دماء بشاير. وها هي بشاير، بشروني عنك ما يدرون عني يا النعيمي، ما دروا أن بشاير شغلت فكرنا وظننا. تهانينا من الأعماق، تهانينا للسيد سعود بن عبد الله النعيمي على فوز بشاير بالمركز الأول. المركز الثاني مزنة للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث مزيونة للسيد أحمد بن محمد بالعضيلي العامري. وفي المركز الرابع فرح للسيد ناصر بن حمودة العفاري. وفي المركز الخامس للسيد يمعى بن عبيد بدبيل الفلاسي. بقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شاهدت بشاير وهي تقود هذا الشوط منذ البداية وحتى خط النهاية. سلام سلام عليكم يا أهل قطر، أسعد الله مساكم يا أهل الشحانية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد مسعود بن عبد الله سعود بن عبد الله النعيمي على فوز بشاير بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب مزنة قاطع المسافة 12 دقيقة 44 ثانية بلغة تمام. تهانينا للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري والذي وصلت في المركز الثالث. مزيونة وصلت في المركز الثالث قاطع مسافة 8 كيلومتر. نشوف مزيونة، ها هي مزيونة 12 دقيقة 48 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن محمد بالعضيلي العامري، تهانينا للجميع والناموس.